معهم. ننتقل مشاهدينا للتقرير التالي اللي قدمنا اياه احمد جواد عن القريه الحضاريه في محافظه عجلون. هذه القريه هي متنفس للعائلات وايضا مصدر للتنميه الاجتماعيه تعانق قلعه صلاح الدين الايوبي. بنشوف التقرير وبنرجع. تعتبر من اهم المشاريع التنمويه للمجتمع المحلي في محافظه عجلون، وهي حاصلة على أفضل قرية في المملكة من تقديم الخدمات والنظافة واستقبال العائلات والنشاطات الثقافية والسياحية المختلفة منذ افتتاحها عام 2011، حيث تشكل متنفساً للعائلات من مختلف المناطق نظراً لموقعها الجميل الذي يقابل قلعة صلاح الدين الأيوبي، ألا وهي القرية الحضرية. القرية الحضرية كما أطلقت عليها بلدية عجلون الكبرى اسم الشهيد الطيار معاذ الكساسبة تخليداً لذكراه العطرة من خلال تسمية أجمل المواقع التابعة للبلدية باسمه. طبعاً هذه القرية الحضرية فازت بأجمل قرية على مستوى المملكة. ساعدت القرية الحضرية بمساهمة عجلون بمدينة الثقافة بنجاحها لأنها تتسع لساحات وباحات كبيرة. طبعاً القرية الحضرية حجمها على 10 دولومات من الأرض، هي تابعة لخزينة الدولة. طبعاً بيجي عليها الزوار من عائلات والمحافظات في محافظة عجلون كاملة، تم دخولهم بدون أي مقابل، بيستخدموا جميع المرافق، فيها مرافق لألعاب لأطفال، فيها ملاعب، فيها مكتبة، فيها بالتعاون مع شراكة في بين مؤسسة نور الحسين. طبعاً هاي القرية الحضرية الآن في مبادرة ملكية سامية بإعادة تأهيلها وتنمية مركز الطفل. القرية الحضرية طبعاً موجودة على جبل مقابل قلعة عجلون، مناظرها الخلابة حلوة جميلة جدا، أي حدا بيرتادها من جميع المحافظة، مش شرط لمحافظة لمنطقة عجلون بس أو اللي تابعين لبلدية عجلون، أي حدا بنزور من داخل وخارج المحافظة بيجي يزوروها، قعداتها جميلة عائلية، طبعا خاصة للعائلات، فيها محمية للأمان للأطفال، فيها كوادر كافية من مهندسين زراعيين من وحدة التنمية كإدارة حراس عمال. القرية الحضرية بتعود نفعها للبلدية، طبعا هي متنفس للأجواء الحارة، بيرتادها جميع المناطق ومناظرها خلابة حلوة جدا جدا. ومن مكارم الهاشميين للديوان الملكي العامر، ركز جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بإنشاء هذه القرية إلى أهالي محافظة عجلون لتكون متنزهاً لزوار المنطقة التي تشتمل على العديد من المرافق، ومنها الحديقة المرورية وملعب السلة ومركز تكنولوجيا المعلومات وغيرها العديد. احنا بالقرية الحضرية نستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً، والقرية الحضرية تشمل لمسرح مكشوف يقام فيه الاحتفالات الصيفية، احتفالات الرمضانية وألعاب الأطفال، ويوجد بالقرية الحضرية ملعب خماسي وملعب سلة، ويوجد حديقة مرورية لتعليم الأطفال إرشادات الطريق، ويوجد بالقرية الحضرية أيضا بمكتبة، ويوجد قاعة اجتماعات، وهي المتنفس الوحيد والراقي في محافظة عجلون. المستفيدين من هذه القرية المواطنين في محافظة عجلون بكاملة، يعني مش محددة بلدية عجلون الكبرى بل بلديات عجلون الكبرى كاملة. احنا نستقبل العائلات فقط. القرية الحضرية هي ذات إطلالة جذابة وخلابة وجميلة، حيث تقع على مساحة 10 دونمات من الأراضي المملوكة للدولة. نشكر أحمد جبر على هذا التقرير. يعني القرية الحضرية الموجودة في عجلون من أجمل يعني الأماكن اللي بدعوا دائما الأهالي إنهم يزوروها، بتطل على قلعة عجلون. عجلون تتميز بالمناخ المعتدل وخصوصا في فصل الصيف، مرافقها كاملة بتقدر تروحوها من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، فيها العديد من الفعاليات وخصوصا في رمضان كمان بيعملوا فيها سهرات رمضانية جميلة. مشاهدي